مساء الخير اللي اعرفه ان ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الجواز والطلاق عشان الانسان يقدر ياخد فرصه جديده لو اكتشف ان هو مش سعيد مع الشريك حياته او ان العشره بينهم بقت مستحيله بس هل ده معناه اننا طول الوقت من حقنا اننا نتجوز ونتطلق لحد ما نوصل للشخص المناسب اللي نرتاح معاه ولا عدد الجوازات لو زاد ساعتها المجتمع ممكن يبص لنا بصه مش حلوه ممكن يعايرنا بيها ده السؤال اللي بتساله اميره بطل القصه حقيقيه النهارده اللي اهلها رافضين ان هي تتجوز لتالت مره عشان الناس ما تقولش عليها كلام مش كويس طب ازاي تعالوا نسمع القصه من الاول اسمي اميره وعندي 36 سنه من وانا طفله واهلي قافلين عليا تربيتي ودراستي كلها كانت في مدارس بنات حتى كليتي بنات ما كانش عندي خبره خالص بالجنس الاخر بعد ما اتخرجت اتقدملي حد من طرف اختي في الشغل مامته كانت صاحبه اختي وجي البيت وشفنا بعض ما حسيتش ناحيته باي حاجه اهلي وافقوا عليه واتخطبنا اربع شهور طول الفترة دي لما كان بيتصل ما كانش بيقول غير عاملة ايه وازيك وبس باقي المكالمة خدي ماما خدي بابا خدي اخواتي حتى لما كان بيزورنا في البيت كان بيجي باهله ما كانش في اي حوار ما بينا اشتكيت لبابا قال لي يعني انت عايزة اقول لك ايه انت قللت الادب عايزه واحد يقعد يتمايص ويسمعك كلام حب وقرف كنت صغيرة ولسه عندي 21 سنة ما عنديش خبرات في اي حاجة وفجأة الشقه جهزت واتفرشت واتجوزنا مع اني كنت بقول لبابا مش عايزاه واعيط اعيط لماما واقولها مش مرتاحه له خالص ماما ضربتني يوم الفرح عشان اوافق اتجوزه لبست فستاني بالعياط اهله كانوا مرتاحين ماديا وغطوا على كل ده بفرح مهول بس انا كنت حاسه ان انا بتزفل قبري ما كنتش مبسوطه كنت خايفه وفعلا لما رحنا البيت واتقفل علينا باب سابني وقعد لوحده في الانتريه رحت له لقيته بيترعش قلت له مالك انت تعبان؟ قال لي لا بس انا ما عنديش خلفيه خالص المفروض اعمل ايه؟ ما تطلبيش مني اي حاجه انا مش عارف اي حاجه قلت له تمام ادخل ارتاح وانا كمان كنت زيه ما كنتش اعرف اي حاجه عن الجواز والدخله وايه بيحصل اليوم ده؟ فضل يوم هيعرق جامد وغير هدومه ونام للصبح وتاني يوم مامته جاتلي لي وهو نزل لباباه فمامته قالت لي ها نقول مبروك قلت لها لا ما حصلش حاجه قالت لي لا شجعيه كده ودردحيه وحكيت لي قصه عن واحده صاحبتها بنت سفير اتجوزت واحد ملوش في الجواز واما طلبت الطلاق سابت كل حاجه وتنازلت عن حقوقها القصه دي اتحكت لي يوم الصباحيه الصبح ما كنتش فاهمه ليه مامته بتحكيها بس عرفت بعدين لما جت امي وعرفت باللي حصل قالت لي اكيد انت اللي منع نفسك عنه بعدين جوزي رجع من عند بابا واللي ابوه قاله له نفذوا عليا بغشوميه وجهل بهدلني وقعد بعدها أربعين يوم ما لمسنيش وامه جت تقول لي اوعي اوعي ينسي الدواء فسالتها دواء ايه قالت لي دواء الضغط وفي مره وانا بنظف قلت ابص على نشرات العلاج لقيت كلها علاج للصرع كهربا بالمخ لقيت روشتة لدكتورة مخ وأعصاب كلمت الدكتورة وقلت لها أنا مرات فلان قالت لي حصل له إيه؟ قلت لها ينفع أجيلك وحددت ميعاد كشف ورحت لوحدي قالت لي هو مريض صرع وعنده عيب خلقي مأثر على قدرته الزوجية وأنا قلت لأهله ما يجوزوهوش حرام رحت أواجه مامته قالت لي أهلك عارفين واختك عارفه كلمت اهلي وامي وابويا واخويا بقول لهم على اللي حصل فجم وحصلت المعركه بين انتوا عارفين وبين لا ما كناش نعرف فقالوا لاهلي انتوا عايزين ايه بابا قال عايز بنتي وحقوقها بنتي ما نبهاش حاجه قالوا له وإحنا ابننا برضو ما نبهوش حاجه عاوز تطلق لو عايز تطلق بنتك تنازل عن كل حاجه واتعرضت بعدها لضرب واهانه وشتيمه لحد ما هربت من البيت وبعدها ضربوا اهلي ومشوهم وقالوا لهم ملكوش اي حاجه اضطر بابا ان هو يتنازل عشان يطلقني منه اتطلقت بعد 40 يوم جواز 40 يوم طلقت بعدها مع ان هي من الاول ما كانتش مرتاحه وقالت انا مش مرتاحه رفضته اهلها ضربوها اجبروها ان هي تتجوزوا نازله لابسه فستان الفرح وهي بتعيط رجعت لهم بعد 40 يوم جواز تعالوا نكمل قعدت فتره منهاره مش قادره اسامح اهلي على اللي عملوه فيا حاولت انزل ادور على شغل بعت الدبله اللي كانت في ايدي وجبت طقمين اعرف بيهم اروح الشغل ونزلت اطلع شهادات جديده بعد ما اهل جوزي خدوا كل شهاداتي وهدومي وذهبي وكل حاجه لحد ما ربنا رزقني بشغل في مدرسه كبيره بمرتب كويس قعدت سنين بشتغل على نفسي واحسن مستواي باخد كورسات اعمل دورات لحد ما تعينت في الجامعه وفضلت رافضه فكره الجواز تاني لحد ما بابا توفى اتوفى وهو بيقول لي سامحيني وسامحته بس نفسيتي تعبت اكتر بعد وفاته من البهدله اللي شفتها اصلي عندي ثلاث اخوات اتنين ولاد متجوزين ما حدش فيهم بيسال واخت بنت ودي بقى بتغير جدا مني ومش بتحب لي الخير بعد ما بابا مات فضلت تعملي مشاكل كتير قوي مشاكل كتير قوي معايا تقطع هدومي ترمي حاجاتي من الشباك تكسر لي حاجات لحد ما تقدم لي حد معرفوش من طرف زميله ليا ايام الجامعه كان متجوز قبل كده وطلق ومعاه بنت عايشه مع مراته ومش بيشوفها ووافقت اتجوزنا بعد خمس شهور ومشيت الحياه تمام قلت هتعود عليه واحبه بعد الجواز وحملت لما ولدت بنتي نزلت ناقصه وخدوها الحضانه وقالوا لي عندها صفرة وتكسير في الدم وجالها التهاب سحائي خدتها لابو الريش قعدت اربع شهور في المستشفى لحد ما عملتلها عمليه وركبت صمام في المخ واثر على حركتها وعلى الكلام دخت بيها من مستشفى لمستشفى ومن دكتور لدكتور وعلاج طبيعي وفي عز كل ده تخيلي يقول لي ايه قال لي ملهاش عندي غير اكل وشرب انا مش قد مصاريف علاجها ولان مرتبي ما كانش كفايه اشتغلت مندوب واشتغلت اونلاين كنت بجيب بضاعه ملابس ادوات بيت وأبيعها كل ده جنب شغلي في الجامعه وكمان كنت وقتها بحضر ماجستير فضلت الحياه كده اربع سنين لحد ما اكتشفت كارثه في رسائل بين جوزي وستات يعرفهم هو ده جوزي المحترم اللي كان مش معاه يصرف على بنته جه المأذون وجوزي اعترف قدامه انه بقى كده والمأذون ضربه وقالوا طلقها حالا سبت نص الفرش وسبت الشقة عشان أخد بنتي وأمشي وأجرت شقة في مكان بعيد رخيص شوية كركبت فيه الفرش فوق بعضه فوق بعضه وخلاص رجعت بيت أبويا وعشت تاني مع أمي وأختي وطبعا أختي فرحت جدا وقالت لي أحسن أنا فرحانة فيكي فضلت تزغرت إني رجعت البيت واتطلقت قضيت سنة في مستشفيات وعمليات لبنتي في المخ من دكتور للتاني بعت كل ذهبي وراحت كل فلوسي على عملياتها وما بقاش معايا حاجة ورجعت أشتغل مندوب وعمل أبحاث للطلبة وبيعها وروح مشاوير للدكاترة واخد أجر على كل مشوار وكل حاجة ينفع أجيب منها فلوس كنت بحاول أعملها وقتها ظهر لي زميل في الجامعة وأنا بحضر رسالة الماجستير وكان كل اللي بيننا شغل وخدمات وكنت بصعب عليه قوي وحبني واستجدعني جدا وهو ظروفه انه اتجوز قبل كده ومعاه طفلين مع مامتهم مش بيشوفهم خالص ولا حتى بقانون الرؤيه فضلنا نتكلم مع بعض سنه اتعودنا على بعض قربنا جدا وانا كمان بقيت احبه واحترمه خصوصا انه عارف كل ظروفي وراضي بظروف بنتي وعارف ان علاج الضمور بيطول وقالي انا معاكي وبنتك قبلك بس المشكله ان ماما رافضه جوازي للمره الثالثه قالت لي هتعاير بيكي في العيله ان بنتي اتجوزت ثلاث مرات انت بكحة واخويا كلمه وقال له ما عندناش بنات تتجوز ومالكش دعوه بيها مع ان لا اخويا ولا امي ولا حد من اللي امي خايفه من كلامهم حاسس بهمي وشايل شلتي انا وبنتي ما حدش فعلتنا بيسال عليا خالص انا اللي بجري ببنتي لوحدي وبشيل بنتي اللي بقى عندها ست سنين على كتفي من مستشفى للتانية ولسه فاقدة القدرة على الكلام والحركة وقدامها سنين في العلاج أمي نفسها بقت كبيرة في السن وعندها 72 سنة وأنا حقيقي معيش حد يساعد ولا حد يشيل معايا أنا ما طلبتش حاجة عيب ولا حرام أنا طلبت سند واستقرار وواحد يشيل معايا المسؤولية قولولي أعمل إيه لي اعمل ايه لحد هنا وخلصت رساله اميره في جزء في قصه اميره بيخليني اقول عليها ان هي بطله استحملت كتير الست المصريه لما تشيل المسؤوليه وتبقى قدها تلاقي نفسها لوحدها محدش شايل معاها تعمل معجزات بجد السؤال بقى دلوقتي في حاجه اسمها ان الست ما تتجوزش لثلاث مره عشان كلام الناس طب هي ممكن تكون مامتها شايفه حاجه اميره مش شايفها وبتقولها كده وخلاص ده غير ان اميره لما جت تتجوز تاني مره كان جوزها مطلق ومش بيشوف بنته وفي الاخر تخلى عنها بهدلها تغير زي ما بيقولوا ودي نفس ظروف عريسها الثالث هو كان مطلق عنده طفلين مش بيشوفهم ممكن يحصل اللي حصل ولا لا طب من ناحيه تانية هو مش من حق اميره ان تستريح تتجوز اللي عايزاه تتجوز اللي حبته اسئله كتيره قوي هنجاوب عليها بس بعد الفاصل استنوني أميرة بطل القصة حقيقية النهاردة اتجوزت مرتين الأولى أهلها غصبوها عليه كان عنده صرع وكهرباء على المخ وملوش في الجواز ما عرفتش كل ده غير بعد ما اتجوزوا وبعد مشاكل كتير اتطلقت اتطلقت منه بعد 40 يوم وبعد فترة اتقدم لها واحد مطلق وافقت عليه خلفت منه بنت البنت جالها ضمور في المخ خلاها محتاجة لعلاج مستشفيات على طول فجوزها قال لها ماليش فيه مالكيش عندي غير الأكل والشرب أنا مش مصريف مصاريف علاج البنت وسابها تتحمل ده كله لوحدها ومسؤولية البنت فضلت صبرة لحد ما اكتشفت على موبايله رسايل بينه وبين ستات تانيين اتخضت انه اتغير كمان فاتطلقت بعد فتره اتعرفت في الجامعه على زميل ليها قالت انه محترم مطلق وعنده طفلين استريح لها استريحت له وقابلين بظروف بعض وحب ان هو يتقدم لها مامتها قالت لها انسي انسي انك تتجوزي تاني طب ليه؟ قالت لها عشان العيلة هتعيرني بيكي هيقولوا اتجوزتي ثلاث مرات هيقولوا عليكي بكحة هل من حق أميرة تتجوز ثالث مرة ولا لا؟ وعشان نعرف نجاوب على السؤال ده منورانا ومشرفانا النهارده دكتور نانسي لبيب استشاري الطب النفسي ازيك يا دكتور نانسي ازيك يا سيدي ايه؟ اول جود مبسوطه اني بشوفك وانا كمان والله يا حبيبتي منورانا ربنا يخليك ايه رايك بقى في قصه النهارده؟ قصه زعل يا سيدي هو <applause> ممكن الاهل يبقوا عارفين الظروف دي كلها و... ويعملوا كده في بنتهم؟ ممكن ده أنا مصدومة ودي قصة حقيقية وده بيحصل وموجود وأكيد في, في العيادة عادي؟ اه طب وأنا بشوفه اه واقع مظلم ومجتمع لسه متأخر ومحتاج مم. شغل كتير يعني هو ده ممكن فعلا يكون اللي خلى أهل جوزها يعملوا كده وفعلا ممكن يكون أهلها كانوا عارفين أصل بتقول اتقسموا جوزها الأولاني ولا الثاني؟ لا الأولاني أول واحد بين خلص. انتوا عارفين وبين انتوا مش عارفين احنا كنا نعرف ما كناش نقول لان بتقدم لها عن طريق اختها تقريبا مم. فاكيد اختها كانت عارفة صح بص يا سالي هي الجوازة الاولانية دي مم. حجر الاساس في فقد الثقة بين الاسرة دي وبعضها مم. هو ده اللي خلى الثقة اكيد هتبقى مش موجودة اه طيب. خلاص كده هي اهل جوزها الاولاني بيقولوا اهلك كانوا عارفين اه وهي مش عارفة ايه اللي يحصل والاب كان رده مش ازاي تخبي كان رده ان طب فين حقوقها يعني هو كان اكيد كان عارف يعني انا بحط نفسي مكانها ده هيخليني اشك <applause> اشك حتى لو هو ما بيكذبش و و و بس هشك انه على طول رد فعله طب فين حقوقها طب مش عارف ايه ما مع... يعني هي حقوقي هي المشكله انما ازاي هم يخبوا وازاي يخدعونا <applause> وازاي وازاي ده ما جاتش سيرته <applause> طب و... حصل او الدكتور. ما حصلش هو ممكن... في يعني هنا مم. فقد للثقه مهم جدا ادراكه الدكتوره بقى المفروض ان ممكن هي تطلع اسرار المريض مش دي بتبقى اسرار المريض طبعا يعني لو أنتي حد بيتعالج عندك مم. وقلتي لا ما ينفعش يا جماعه انتوا تقولوا على الحاله دي يعني ما ينفعش يا جماعه انتوا تقولوا على الـ على ان انا اتكلم يعني عنه بس ما اتجوزهوش بعد اذنكم وعرفتي ان هو اتجوز ومراته كلمتك هل ينفع تقول لها هو عنده واحدة لا. لازم يبقى هو قاعد وموجود وموافق ده القانون بتاع الطب النفسي بيكفر للمريض الحق في السريه والخصوصيه مم. الا اذا كان هيقتل نفسه او يقتل حد أو, مدمن؟ او يكون بيرتكب لا مدمن دي حاجه برده مش هي دي اللي لازم اكسر بيها السريه والخصوصيه ان هو يكون بيرتكب جريمه في حق قاصر ساعتها آه. لازم ابلغ الشرطه وده واجبي طب وفي الطب العادي ده عادي ان هي تقول ان هو بيتعالج من حاجه في المخ او عنده صرع أو, او او لا لإن المريض باستمرار له حق إن الطبيب ده هو الشخص اللي أنا بقول له الأسرار زي المحامي. يعني ليه المحامي ممكن حد من أهلنا يروح له يحكي القضية إيه ده؟ ما ينفعش يقول لا يجوز. لا يجوز. ما ينفعش. آه ولكن لما بتحصل برضو خلينا نحط نفسنا مكان الطبيبة زي ما مم. حطينا نفسنا مكان الأهل. لما بيحصل موقف زي ده بستدعي الأهل. يعني كان المفروض تجيب أهله؟ والزوجة بالظبط كده وتقول لهم ليه عملتوا بستدعي في البنت الأهل دي بأ... كده اروح مرجع لها الكشف اقول لها احنا هنحدد ميعاد تاني هيكونوا اهله موجودين وهيبقى كل الكلام بموافقتهم وقدامهم وهم اللي يقولوا لها بس انا مستغربه انه يعني شخصيه الاب والام يبقوا عاملين كده ويضربوها ويطردوها و ويع... لا ده العار المجتمعي ايه بقى من ان البنت تبقى مطلقه في نعم. عار مجتمعي يعني, يعني لا انا قصدي اهل الراجل، اهل الزوج. انهم يطردوها وما تمشيش الا بالدبله وباللبس اللي عليها. اهانه. و... عشان اهلها عشان رخصوها عشان هو القوه بتاعة الرجل بتقاس في بعض المجتمعات بقدراته الجنسيه والفحوله. طبعا. والقدره على الخلفه وكل ما تعمقنا اكتر خلفه الرجاله. انه يعني يخلف صبيان مش بنات. فهي م. درجات. فهو اصلا فاقد القدره اصلا على اقامه علاقه حميمه. فبالتالي هم بيخشوا هنا في الانفريوريتي كومبلكس مركبات النقص وعقده النقص فعشان يعملوا كده عشان يقدروا نقصهم يعني هنقول يعني يعني. احنا اسفين يعني هنقول احنا غلطانين لا طبعا خلاص يبقى هي تضر هنقول اهلك بعوكي بالرخيص فاحنا حلال إن في ان, إن احنا في بعضها نتخانق نضرب نبقى في منتهى العنف م. يعني في سيناريوهات بتجيلي بقى كتير إيه فيها عنف اسري رهيب رهيب بسبب م. حاجه زي كده فقد القدرة للإقامة بتاعة العلاقة الحميمة بيخلي العلاقة في منتهى العنف. وطبيعي إنه الأهل يتدخلوا في حاجة زي دي، يعني طبيعي إن مامتها مامته تيجي تسألها أو مامتها تسألها. هو ده طبيعي؟ إيه <applause> رأيك؟ لا، يعني أنا نفسي أعرف، <applause> بس ساعات بيقول لك إنه في في مناطق ده طبيعي إن إحنا نتكلم في الحاجات دي. نطمن. يعني أنا أنا الله. اللي أعرفه إن دي خصوصية. صح، <applause> it's very private دي خصوصية جدا، ده ما ينفعش. يعني نقطة. وحرام ان حد يتكلم فيها حتى لو باستفاضه ب... او مش باستفاضه ما له فيه دي خصوصيه مم. واللي محتاج يسال حد من اهله يسال حد متخصص هيعمل ده ما أه نقطه مش بس بالشكل خلص. ده ابدا يعني طب والمفروض كان في الخطوبه بتبقى الفتره قد ايه بصي اقل حاجه سنه ورقم سنه ده له لازمه مش معنى عشان تشوفي حصول الكلام ده اه بالظبط <applause> كده بقى اشوفه شتا وصيف <applause> ايوه في الشتوي يبقى <applause> في الشتوي في, الصيف هيلبس صيف <applause> لا يبقى عد, عد علينا <applause> مناسبات السنه كلها وقدرنا نتجاوز المحطات بتاعه تطور العلاقه بس في ناس قالت انه ممكن لو ست شهور لو كل يوم سنه لو يوم ويوم انا ما اعرفش بقى ده ايه يعني هو مين بيحددها يعني انا ما اعرفش <applause> الابروتش بتاع هل الرجاله بتختلف في الصيف عن الشتاء خلقه بيضيق شويه ما نعرفش بس في ناس عندها اضطراب مزاج موسمي في ناس لما الشغل بيزيد بيتغير طبعهم مهم هي تشوف هتبقى قادره تتكيف مع ده هو هيبقى قادر يعبر عن احتياجه للهدوء و ولا لا مش هيقفل تليفونه ويختفي عدى عيد ميلاد عدى عيد صغير عد عيد عشان نعرف كريم ولا بخيل يخش بايده فاضيه ولا لا او كده كل حاجه وانا رايي ان جزء كبير من السنه دي مم. ما يبقاش في حاجه اسمها لونج ديستانس ريليشن شيب يعني موجودين في نفس البلد وغير غير موجود اه, آه. مو طب والاهل المفروض يبقوا قاعدين معاهم على طول؟ ونعرف بعض ازاي؟ ما هي بتقول لك اهله كانوا بييجوا او هو يقول خدي كلمي ماما، خدي كلمي بابا، خدي سلمي على جد ما جده؟ هو ده عشان ما فيش محتوى الراجل مستخبي وعارف ان هو وضعه فيه حرج رهيب مم. والقصه نفسها فيها ان هو في يوم الزفاف انهار انهار وهي ما عملتلوش حاجه هي نفسها اصغر منه وخايفه ومش فاهمه حاجه وهو انهار انهار طب تفسيرك لباباها ومامتها شخصيتهم ايه؟ هم. هم. جهل مش قادره اقول عليهم اشرار وظلمه لان هم طلقوها هم. يعني تعرضت في في المهنه دي لان انا اشوف اهل كانوا بالقسوه انها تفضل عشان تفضل عشان ايه؟ عشان ما تبقاش طلقت قولي لي يعني انتي في فعلا اهل ممكن يخصبوا عليها ان هي تكمل حتى لو كان في ايه حتى لو اه اه ده ده الاقرب للمالوف يعني يمكن مم. في القصه دي ابتديت احس ان الاهل دول مش مشكلتهم القسوه قد ما مشكلتهم الجهل هم طلقوها مم. لما اشتكت طلقوها جهل في التربيه ولا اللي... جهل في التعامل ولا جهل في الحياه ولا جهل ب... خلينا نبسط الامور ونخلينا في موضوعنا مم. بخصوص اميره هو جهل بأهمية الأنثى في الحياة هو إيه أهمية الأنثى في الحياة؟ هي الحياة ليه بتعمل إيه؟ يعني هي بتخلف وبتغسل وتكوي و هي اللي بتدي طعم هي الخلق هي الوجود هي مع إنهم لسه لحد النهاردة بيزعلوا لما يجيبوا بنات بس انت متخيلة يعني لحد وإحنا بنتكلم أهو يقول يعني لازم تجيب الواد يعني دايماً كنت بقعد أقول لهم الولد بيشيل إسم باباه بس البنت بتشيل باباها كله <متحدث> يعني ده اللي هم فعلا ما يعرفوش يعني هي اللي بتشيل لكن الراجل ما بيشيلش الراجل هيبقى يشيل باسمه هيصرف بس البنت بتقعد تخدم كمان طبعا وده بجد وهي قدها وقدود فانا اللي شفته حتى من قصه اميره شفت هي عملت ايه؟ قعدت يعني تشتغل مندوب تشتغل في دليفري تشتغل في مش عارف ايه عشان بنتها؟ اه طب طب انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيخلي الاخوات يغيروا من بعض كده؟ يعني ليه الناس في 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 الوحاشه ل... يعني ايه ده؟ انا مش حاسه بامان في بصي في كل حاجه في كل حاجة بس في حد يزغرت لما اخته تتطلق مرة واتنين ما هو و... مش شرط ان احنا اجتهدنا كفاية ان نزرع فيهم م. الحب والمشاركة ونخاف على بعض لأن ده مش شرط يبقى موجود بالفطرة ساعات ده بيُعلم لا انت تخاف على اختك وانت تخافي على اختك تخلوا بالكم من بعض م. ما خدتيش بالك ليه؟ ليه حد عمل كده؟ احيانا قلبك برضه لما يكون عندك كذا طفل بيتهيألي انه قلبك بيميل لطفل معين طب وايه المشكلة؟ ممكن يكونوا بيغيروا منه عشان انت ملتي له او ده يخليه زي ما بيقولوا بلدي يتمرع يبدا يضايق في اخواته وانا اسكت له يبدا يغير من اخواته وانا اسكت له يبدا يبقى هو المفضل انا عايز الاكل بتاع ده انا عايز مش عارف ايه بتاع ده م. وانا اقول له اه يا حبيبي هو الصغير ما حدش يعمل معاه كده ده الدلوع ده م. مش ممكن يكون اختها فعلا الصغيره هي دي الصغيره الدلوع اللي هو دايما بيقولوا عليه اخر العنقود اللي هو بيبقى عنده بيجي بيبقى خلاص الاهالي طهقت من ربايه تقريبا فبتدلع ممكن وممكن يبقى في فرق بينهم في الشكل دي حاجه شفتها كتير ان هي تبقى الكبيره احلى من الصغيره فابتدي ابوظ لها كل حياتها واحدة بقى واحده عينيها ملو... ممكن يبقى حاجات بسيطه تتحكي عليها واحده عينيها ملونه والثانيه لا واحده شعرها ناعم والثانيه شعرها كيرلي اه إيه واحده بيضه والثانيه بيضه اقل يعني مش لازم نروح لاكستريم ان واحده بيضه واحده صمت اه واحده تبقى اشطر من واحده واحده تعرف تتصرف عن واحده طب ده دور الام بيبقى ايه لو اجتماعيه واحده دمها خفيف واحده واقفه يعني زي ما بيقول ده دور بتكز... الام بقى بتعمل ايه إن هي بتعلمهم م. وبتشجع الطرف اللي بيتكسف وبتظهره وبتبروزه وبتديله المجالات بتاعته وبتحكي حاجات عنه في وسط الناس يقوم السنتر أوف ومجال الانتباه م. يتوجه للطفل اللي هو منعزل أكتر وبيتكلم أقل و و و في هنا حاجات تتعمل إن ممكن تخلي تعملتش. الطفل التاني ليه دور زي الأولاني فيبقوا وتساويين متساويين اه أنت لو عندك طفل دمه خفيف والتاني لأ ما عملي ايه؟ اه طبعا حاجه يا ابني لا تكتسب يعني, <applause> يعني انا انا حاولت يا حبيبه فعلا بتبقى كده غصب عني وطفل فعلا مقبول مقبول شكلا ومقبول بروحه حلوه والتاني ما حدش عايز يلعب ما انت ما انت انت بتغلس على انا بقى وانزل انا معاه المكان اللي بيلعبوا فيه و... <applause> أو, <صحاب> <applause> او اعمل له اصحاب فعلا واعمل ايفنتس او عيد أيوة ميلاد أيوة او او عشان الناس بتحبه اكتر في الحته الضعيفه بس طب هي ممكن اختها تكون طرف اللي حصل ده كله فعلا؟ هي كانت عارفة؟ إن؟ إنه هو عنده مريض صرع وما عندوش قدرة إنه يتجوز أو ما ينفعش إن هو يتجوز يا جماعة وهم عملوا فيه كده؟ هي عارفة أو مش عارفة المشكلة بتاعت الأسرة دي إن خلاص ما بقاش في حد هيثق في حد وكلهم عالقين في حتة مهمة مم. الناس هتقول إيه؟ حتى أميرة أميرة بعتلنا عشان هي مش قادرة تاخد قرار برضو لا هي يعني انت خلي بالك لما تجيلك مصدر الثقة في الدنيا وتقول لك الناس هتعايرني بيكي هتتهزي يعني لما انت اللي بتديني كل الثقة لما انت the power of her زي ما بيقولوا او قوة الام بس ده ما حصلش أه بتقول لها هيعايروني بيكي هي ما ادتهاش اصلا لا قالت لها ما هو انت خلاص انت رجعتيني عن قراري انا قلت لك انا عايزه مثلا ده انت بتخافي لما مامتك تقول لك البسي وانتي وانت نازله وانت ما تلبسيش لا أيوه الدنيا تمطر يا شيخ <applause> <applause> ما بقى فاهم قلت لك انا قلب الام كان وفعلا بيحصل لما انت كنت حاسه ما قلتليش ليه بس كنت زنيت. هي مامتها ما ادتهاش حاجه ما ادتهاش ولا باور ولا هير ولا لا قالت لها تعاير بيكي فخلاص يعني مصدر الثقه ليا مامتها حصل فقد للثقه فيها <applause> الام والاب من ساعه الجوازه الاولى وفي الجوازه الثانيه ما حدش ساعد ولا دعم ولا شال ولا راح المستشفى ولا دخل العمليات ولا دفع كل اشكال الدعم النفسي والعاطفي والتواجدي والمادي كله لم يحدث هم. فخلاص بس انت مش حاسه انه انه اميره كل شويه بتهرب بحاجه؟ ومش حاسه انه في جزء في قصه اميره ناقص ما اكيد اختها مش مش هتعمل كده برضو من فراغ مش انا ممكن اكون بضايقها او باغظها او 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 اختها انا بتخيل انها مش متحققه في حاجه وانا بقول نتجوزة. لها انا حققت وجبت وعملت و... بدل الراجل اتنين وفي نمره ثلاثة وانت قاعد اه ليه لا فممكن تكون رمت لها كلمتين ثلاثه شعللتها اكتر شعللت الام كان ليها دور غير ايجابي كل ده م. وارد طب وانت مش حاسه ان هي كل شويه بتهرب يعني الجوازه الثانيه دي كانت المفروض ان هي تعملها لو انا عارفه ان في اب ما بيشوفش بنته اتجوزه واخلف منه بصي انا عشان اهرب عشان الحياه بعد مره عشان م. احاول اتخيل هي ايه اللي حصل انت بتعملي يعني اميره بتعملي ايه ايه اللي حصل طبعا سوء الحظ وارد وده نصيب في النهايه لا, و... لا بس في فيها فيها علامات يعني لا يمنع القدر عشان مم. بس نبقى فاهمين ان اللي بنقوله ده مش هيخلي حد 100% خلاص تمام ولكن انا بحس ان اميره لما قريت حكايتها وسمعتها كمان بصوتك مم. هي ما حدش علمها تختار ازاي وما شافتش قدامها نموذج للراجل الصحي م. ما بنقولش ولا مثالي ولا الكلام ده خالص ولكن الرجل الصحي المكتمل الرجولة م. مش مثالي ولو حاجاته ولو زلاته وكله ولكن رجل قايم بدوره في العلاقة مع الزلات بتاعته هي حبيبتي ما شافتش حاجة خالص م. فهي بتطبش ويا إما بتعيش في معاناة م. وهي لوحدها لأنها لوحدها وده صعب يا اما بتبقى بتتشعلق في اي حاجه جت في السكه بس ساعات بيكون قدامنا حاجات يا نانسي بتنور قدامنا وبنعمل نفسنا مش شايفينها يعني انا شفت مثلا راجل بيعامل مراته بطريقه وحشه قصدي بيعامل امه بطريقه وحشه إيه يبقى أنا <تصفحك> لما انا ابقى مراته ما اكيد هيعاملني بطريقه وحشه واحد ما بيشوفش عياله ما مش بقى بقى أو مش حنين مع عياله هل هيبقى حنين معايا انا او مع عياله لحظه يا دكتوره سالي معانا ايه بقى لحظه بقى دي بقى حضرتك درجه إيه بقى من درجات الوعي

يا خبر ابيض ايوه يعني انت الوحيده اللي عشان عشان تت... تختلفي عن القاعده مؤثره انا ونمره اتنين عشان بيحبني واكيد بيحبيني. لما اجيب بنت مني اكيد هتبقى بنتي ايه اغلى من بنته الت... لا ما تهزريش يا دكتور طبعا عندها امل حبيبتي امال هو اللي بيجي منين ما الغلب بيجي منين بس غلب ايه الغلب في الحدوته انها تفضل تتعاد وكل مره يبقى عندها امل مع ان نفس مكونات الاختيار هي هي هو ما حصلش تطوير ما رحتش لحد اكثر علما بس او معرفه حتى ولا احنا بنقول معلش انه ما خلاص ما معلش يمكن يمكن يتغير حتى لو مش انا اللي هغيره وحظي وحش اه دي على طول او حد عمل لي عمل يعني حظي وحش حد عمل لي عمل يعني الناس باصين لي في حياتي مثلا دي الثلاث التلات, التلات حاجات احنا عارفينهم بص ممكن تسيبونا في حل احنا مش عارفين نعيش دي بتبص بتحل آه حاجات كتير جدا وده لازم نقوله كده طب انت يعني تحليلك ايه طيب لجوزها التاني ده؟ الشخصيه دي ايه؟ جوزها الثاني اللي طلع بيعمل اللي بيكلم تعاملات ستات على ال... حاجات اه حاجات غريبه وفجاه <applause> أو أو واحد غريب اه اكتشف نفسه فجاه يبدو تقريب. ان هو كان عايز واجهة اجتماعيه ويبدو ان ده كان سبب طلاقه اول مره يعني هي كانت لازم تسال على هو انا وانا لما اتجوز واحد مطلق لازم اسال اكلم طليقته تفتكري ده اوكي انا افتكر ده اوكي جدا لو طليقته مش عايزه تتكلم لا هو مش مزاجك على فكره انا هتجوزه فما ينفعش يضحك عليا بعد اذنك اعملي خير مره في حياتك قبل ما تموتي لا مش شرط بجد؟ اه طبعا مش شرط يعني ممكن تقولي انا مش عايزه اتكلم مثلا لو انا في, في نفس اختراق ما. لخصوصيتها اه ما هي دي مش بس خصوصيتهم هي جزء منها ممكن تبقى مش عايزه تحكيه طب وانا ايه ضماني ان هو هيقول القصه الحقيقيه انا بقول ان انت تدي نفسك فرصه تعرفيه ومفيش داعي للجوازات اللي بتحصل اربع شهور خمس شهور، مم. ثلاث شهور، يعني أنا مش متخيلة إن حد ممكن يعرف حد في كده، يعني إزاي؟ لا يع بس في ناس يا نانسي بتبان من أول وهلة، ده في ناس ما بتاخدش في إيدك شهر. فاهمة؟ يعني أرجع وأقول لك يا دكتورة سالي ده آه له علاقة يا دكتورة بدرجة <applause> كتير قوي والله العظيم في البرنامج <تصفيق> ده, ده. <تصفيق> <تصفيق> ده، أنا هحضر الدكتوراه بعد بكرة <applause> ده له علاقة بدرجة الوعي والعلم والدراية لا مش وعي وعلم وده بس مش طول ما انت قاعدة يا نانسي بتقعدي تحللي يعني هي قالت كذا لا. فطبيعي ممكن يبقى في كذا او كذا او كذا ماشي ما ده شغلي بس آه. في ستات في الحياه الاجتماعيه والعاطفيه اول ما بتسمع حبيبتي من كتر الاحتياج لاي كلمه حلوه بتذوب زي قطعه تسال حد كده. بقى على درجه دكتوراه زيي او تسال دكتوره زيك ونخلص يعني معقوله ما م. انا هقول حقيقه حد سالني اقول لها لا طب. انها تشتغل على اميره م. من غير ما نجيب سنيده دلوقتي يعني اميره محتاجه ثيرابي اميره محتاجه تبقى هي كويسه محتاجة وتبقى هي متمكنة وهي عندها اللي انت قلتي عليه the power of her هم. هي عندها الامباورمنت والتمكين بتاع وجودها وقدراتها وامكانياتها وانها تبقى عايشة كويس فلما تختار هتختار حد على الاقل كويس ده اللي هي مش تبقى بقى بتعاني ومكحرطة فتختار المنقذ طب طب اللي هي مختارانه حاسه التالت ده بقى ده هو مش منقذ بس حاسه انه عايزه كلمتين حلوين يعني هشيلك انت وقابلك بنتك فانت ما حد يقول لك كده او انت بقى الكلمتين دول واحده عندها يعني عيال بقى دي هتقع عايزه امان بقى فين بقى الدراسه فين الوقت فين الشغل فين مم. اللي فكرنا فيه هو معاها في الجامعه بقى لهم سنه بيتكلموا تقريبا انت قلت سنه از انف سنه از انف يس يعني انت رايك ان هي تاخد ال الخطوه و... ويتخطبوا ما ينفعش مطلقه تتخطب في زمن زي ده انت عايزه الناس تقول علينا ايه تقول اللي تقوله, تقوله. يتخطبوا برضو مم. بيتخطبوا ازاي بقى؟ ما هتقول لك بيتخطبوا ازاي؟ ولا حاجه يتخطبوا ما انا بشوفه بقى. في الجامعه يعني فرقت طب ما انا يعني اه طبعا فرقت وده فرق مهم عشان لو في <applause> تينيجرز بيتفرجوا علينا وناس في سن المراهقه ده مهم جدا. لا في فرق بين العلاقه في الاطار العاطفي عن العلاقه في الاطار الرسمي والعاطفي اه طبعا في فرق وفرق مهم جدا طب والراجل وهو بلا اطار والست بلا اطار غير واحنا الاثنين جوه اطار اطار م. بيتمثل في اي حاجه بيتمثل في دبله بيتمثل في ان احنا قلنا للناس ان احنا عملنا انا بشوفها من ناحيه ثانيه برضه عايزه اقول لك وجهه نظري متواضعه بما اني بقيت دكتوره دلوقتي خلاص قولي قولي انه تعامله مع الاهل يعني انا بيفرق معايا الخطوبه دي ما كده او كده انا شايفاه مع الناس بره يعني احنا لما هنخرج هنخرج في جروب او في ويتر او حد بيساعدنا او حد بيركننا او حد مش عارف ايه فانا شايفاه تعاملاتك مع الناس يعني انا شفت اشوف تعاملاتك مع الاهل لو في زعل لو لو في لانه في ناس مثلا ممكن يفوش سكه في وش باباكي عادي مع اهله واشوفه مع اصدقائه واشوفه في الايام الصعبه ما دول اكيد أشوفهم هنشوفهم لو احنا حتى مش 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 مش, شارت. رسمي لا مش في كل الدوائر مش في كل الدوائر مش كده. في كل ان هو يقدر يظهر آه ينتشر عطه. بالشكل ده لا الاطار بيسمح طب رايك بقى عشان اختم معاكي تتجوزوا ولا ما تتجوزوش تتخطب انا قلت رايي طب لو مامتها قالت ما فيش تتخطب هي طب واخوها اللي قال انه ما عندناش بنات للجواز ما فيش مشكله من حقه يكون له رايه وهي من حقها تعمل حياه المجتمع هيقعد يتكلم على الست لما تتجوز كام مره إيه لو جوزت اكتر من مره بتبقى هي يعني <applause> <هي> غلط يعني <applause> <applause> <هي تصفيق> عيب يعني انت كست ما غير مره معقوله طب والراجل ليه كام مره اللي هو عايزه انفينيتي الراجل يعمل اللي هو عايزه ده محترم بيتجوز مش بي طب والست ما هي محترمه محترم بتتجوز برضه مؤكد اكيد ما هيتجوز ست مش هيتجوز نعامه ماشي ما احنا عشان كده بنطلع ونتكلم ونقول الكلام ده يعني تتجوزوا تتخطب الاول قد وتعمل ايه تعمل ثيرابي هي كلمته سنه امم تتخطب قد ايه سنه عشان كمان؟ تعالج فيها اه وتعمل ثيرابي تعمل علاج نفسي اه <applause> وهو يعمل علاج نفسي عشان نعرف هو ما بيشوفش عياله ولا لا طب دي حاجه بتاعته دي حاجه بتاعته احنا اللي يخصنا اميره تطمن ازاي طيب انه عياله دول هو فعلا مش بيشوفهم بسبب طليقته اتاكد ازاي ان مش هو اللي رمي عياله مش هتقدر برضو لازم هنثق في العلاقات لازم هناخد ريسك واثق في اللي قدامي انه هو بيقولي الحقيقه فضلت كل حاجه جبنا من قصه حقيقيه <applause> <applause> للثقه احنا جبنا قصه حقيقيه للثقه هي اي ثقه اخرتها قصه حقيقيه والسنه الثانيه هي اللي هتفرق هي اللي هتفرق معاه اه لو جدع وعايز يعمل حياه هيكمل سنتين كمان في مش سنه ممكن يكمل سنتين وسنه وبعد كده يبقى وحش مش شرط مش هيقدر انا نفسي تاكدي لي حاجه من يوم من ساعه ما جيتي معايا هنا ايه المؤكد بقى اخر حاجه هختم معاكي بيها ايه المؤكد اللي هيحصل تتعالج ها وتتخطب سنه بس وبعدها القرار اللي هتاخده هنبقى احنا بندعمها فيه وتسال عليه كويس جدا طبعا موافقه يس نورتيني ثانك يو نورتيني يا دكتور ثانك يو استنونا بعد الفاصل استنينا انت كمان يا امير ورجعنا تاني قبل اي حاجه عايزه اقولك يا اميره ان انتي بطله قعدتي تعفري وتكافحي عشان بنتك اديتينا كلنا طاقه ايجابيه انتي مش متخيلها بجد مش انا بس ممكن يكون ناس كتير بتتفرج علينا اديت لهم امل في بكره لكل بيشوفونا وبيسمعونا واثقه ان في منهم كتير ممكن يكونوا شبه حالتك عندهم حياه صعبه زي حياتك بس قدروا وعفروا عايزه اقولك وبكرر كلامي تاني انه فعلا الست المصريه اللي بجد جدعه ملهاش مثيل صبره قويه عندها عزيمه واصيله زي ما بيقولوا والاصل ده بيظهر دايما وقت الازمات طبيعي يكون للبطوله والكفاح واللي انت استحملتيه ده كله ثمن كبير خد من صحتك من راحه بالك ممكن كمان من عمرك نفسه صح عشان كده لازم من وقت للتاني تاخدي استراحه زي ما بيقولوا استراحه محارب طفي قلوعك لانه ما حدش هيقدر يحارب طول الوقت انت بتحاربي في كل جبهه انت مش سايبه جبهه احنا بشر عشان كده انا معاكي معاكي بجد في انك تدوري على سعادتك راح بالك اللي اتحرمتي منها طول فترة حياتك اللي فاتت سواء بقى مع أهلك أو مع الاتنين اللي اتجوزتيهم بما إنك ست عاقلة واتجوزتي مرتين قبل كده ودلوقتي بتحضري ماجستير فأنتي مش صغيره مسؤوله عن تصرفاتك واختياراتك كلها ف ما عندك حاجه خصوصا انه ما حدش شايل شيلتك بس كل اللي مخوفني انك ممكن من غير ما تقصدي تختاري برضو غلط او ما تحسبيهاش كويس المره الثالثه فهنوصل لنفس النتيجه وساعتها هتكون خساره كبيره قوي ممكن زي ما مامتك قالت انه تتعاير بيكي او المستنين يشمتوا يشمتوا لو انتي مش فارق معاكي خلاص لو انتي قدها وقدود بس احسبيها كويس فكري مره واثنين وتلاته ممكن تسألي عنه هو كمان مره واتنين وتلاته وشوفي كل الناس اللي عرفته تعاملت معاه تأكدي كويس من اخلاقه ومعدنه زي ما بيقولوا لو قدرتي كمان تتأكدي اذا كان هو فعلا محروم من ولاده ولا هو اللي سايبهم دي مهمة قوي وحرس ولا تخون ولازم تصلحي علاقتك بأهلك اتكلمي معاهم تكلمي مع اخواتك الرجالة اختك حاولي تحنني قلبها يمكن يبقى في فايدة اشرحي لهم وجهة نظرك كلميهم عن اللي انتي حاساه اللي انت بتمري بيه وانه انت اللي شايله لوحدك بس اكسبيهم واحسبيها مليون مره كويس واوعي تتسرعي عايزه اقول لك ان انت سمعتي معانا كمان نصايح دكتور نانسي في الفقره اللي فاتت فيا رب نكون في دناكي يا رب تاخدي القرار الصح صلي استخاره وشوفي قلبك هيقول لك ايه واحسبيها بعقلك واستنى منك رساله تطمنينا فيها عملتي ايه هستنى من كل اتفرجوا علينا وسمعوا قصه اميره هل الست لو اتجوزت مره واثنين وثلاثه يبقى عيب هنتكلم عليها هل لو فشل التاني هنشمت فيها؟ هنستنى الناس تشمت فينا؟ هنعمل لهم حساب؟ أنا عايز أسمع مستنياكم على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وعلى كل حسابات قصة حقيقية باي باي